نساني راح جبت غراضي كلها، جبت الدايموند، جبت كل غراضي، حتى ابدي راح اسوي مالتي القرية، واه واخيرا راح يتحقق حلمي وتصير القرية عندي وراح اصير كلها من دايموند، واه لان هذا المكان كلش كبير اي، وراح اصير احلى قرية، بس ورا ما اكمله راح اروح اجيب الفيلجر حتى يسكنون وياي. إيه بس هسه أنا بالبداية راح أبدي أبني لي بيت، بس راح أبني بيت صغير ووراها أبدي أسوي شوارع حتى أسوي القرية مالتي. يلا يلا خليها أشتغل. بس شنو أوكي أوكي أشوف أنتي ها جت رانيا، شوف جيجي جبت كل غراضي من ذاك البيت وجيت إيه جبت كل غراض الإمرالد. ها أوكي أوكي بس أنتي ما راح تبنينا لهذا المكان، بس اللي هاي نار راح تصير قرية الدايموند. أوكي ما يخاف ما يخاف أنا راح أروح ذيك القرية مالتي وأسوي كل إمرالد. ها إيه صحيح أنتي راح تروح على الجهة الثانية. يلا يلا أوكي واروح. اي صحيح بس راني راح نصير يعني اصدقاء وجوارين اوكي. اي طبعا طبعا يلا هسه انا راح ابدي واشتغل بالقريه مالتي. يلا اوكي انا بيت وبعدين اسوي شوارع اوكي. اوكي اوكي راح اروح. اوكي اوكي يلا ساني خلي اشتغل خلي احل الغراض مالتي حتى اخذه ابني لي بيت صغير. يلا خلي هسه يا صوت القرب مالتي بس والله جي ضحكني يقول لي احنا راح نصير اصدقاء ونصير جوارين. بيدرون اني مقبل مستحيل تنبني قرية الدايموند بهذي. لا لا مستحيل اقبل. يلا ايش راح اسوي؟ بس خل اروح ابني قرية مورتي قرية الامارات. واو راح اسوي قرية مورتي كلش حلوة. ايه يلا خل اروح اشتغل. ايه يلا خلنا اخذ غراضي حتى ابني لي بيت، بس راح ابني لي بيت صغير ما ابني كبير لان انا احتاج بس بيت، وراها راح ابدي اسوي شوارع حتى تكمل القرية مالتي. يلا يلا هسه وين ابني البيت؟ اوكي خل ابني البيت هنا. يلا يلا اوكي هسه هذا المكان كلش كبير، بس راح ابني لي بيت صغير اي حتى بس مجرد انام، يا سفد شوي راح يصير الليل واني ما يريد يصير الليل واني ما عندي بيت. يلا خل اكمل هسه هنا اوكي خلي بعد هنا اي هسه هذا البيت كلش صغير اي انا ما اريد بيت كبير. يلا هسه خل اكمل وابني الطابق الثاني. يلا خل استعجل اي هساني كملت بناء البيت مالتي، بس بويت بيت كلش صغير، هذا وقتي بس مجرد حتى انام بيه قبل ما يجي الليل. هسه شو اسوي؟ اوكي خليني اجيب الغراض منه، اجيب شنو احتاج؟ ها احتاج هذا الخشب واحتاج الباب وشنو احتاج؟ اوكي اوكي الزجاج عندي، يلا خليني اخلي هنا الزجاج، اوكي اوكي خليه بعد هنا الزجاج وراح اخلي هنا الباب، اي هسه كل ما البيت واو. يلا خليني اشوف شنو بعد، ها احتاج انا بعد شموع، وين الشموع؟ اي هي هذه الشموع، يلا خليني اخليها ينفد شوي راح يصير ليل وراح يصير ظلمه، اوكي خلينا ايه يلا خلينا نشوف بعد من جوا، اما خلي شموع اوكي اوكي هسه خلي بعد هنا خلي بعد هنا اي كلش كافي هسه هذا. شنو احتاج؟ ها احتاج بعد سرير، يلا راح اجيب سرير حق السريع واجي. شنو انا قاعد اشوف تجي سوي لي بيت من الدايموند، بس هذا البيت كلش صغير. اي ما ترسوني عندي غراض كلش جبتها وراح ابني بيت من الامارات وراح اسوي نفس بجيجي. يلا خل اخذ الغراض مالتي، اي انا كل غراض جبتها بهذا الصندوق. يلا خل اخذ اي اوكي هسه اخذ هذا الامارات وخذ كل غراض اللي احتاجها. يلا خل ابني هنا بيت صغير، بس اوكي وراح ابني اوكي خل ابني بهذا الجي اي هنا كلش خوش مكان. يلا اوكي خل احط هنا البلوكات مو متاكده القريه مالتي راح تصير احلى من قريه جيجي طبعا، يا انا امارات الدايموند ابد ما حلو. يلا يلا خل اكمل راح اسوي صغير مثل بيت جيجي. يلا يلا خل اكمل واخيرا قدرت اكمل بناء بيتي. واو صار كلش حلو شكله احلى من بيت جيجي هذا الدايموند. لا لا الامارات احلى. يلا سبقه شنو بقى بس احط الشموع، اي راح يصير شكله كلش حلو وضوء بيه. واو بس اوه هذا جيجي شو كتير في الدايموند 24 ساعه يقول لي دايموند ودايموند، هسه شكله حلو صار مثلي ويبني كله امارات. اي كلش حلو امارات. بس شو راح اسوي؟ لا مستحيل اسكت على جيجي، حروح قريتي واجيب الفيليجر اي وخليهم يسكنون بهذه القريه مال امارات، وبعدها نحول على قرية جيجي ونحولها كلها إماراتية. هذه خوش فكرة. يلا هسه خلنا نكمل البناء. اي هسه انا كملت وغيرت الارضية وسويتها كلها من خشب. يلا هسه انا خليني اروح على صندوق مالتي والبس الدروع مالتي الامارات. اي وانا ها صدق هذا السرير بقى اوكي اوكي خليني اشوف الدروع مالتي. اي هي هذا الدروع يلا خليني اخذها حتى البسها، يعني كلش احب الدروع مالتي يسويني كله من دايموند. يلا هسه خليني البسها هاي اوكي هسه اي واو والله صارت كلش حلوه. يلا هسه خليني اخلي مالتي السرير وانا يعني كلش تعبت. يلا خليني اخلي السرير هنا اوكي اوكي يلا خلينا اي يا الله صار الصبح. يلا انا خليك اقعد بس اليوم انا عندي كل شوي شغلي. يلا خل اطلع اليوم شو راح اسوي؟ اليوم راح ابدي اقسم هاي المنطقه واسويها كلها شوارع واخلي ناره حتى ابدي ابني القريه مالتي اللي راح اسويها كلها من دايموند. حتى الشوارع راح اسويها من دايموند راح استخدم، بس انا شنو احتاج؟ اوه هسه نحتاج ستون. يلا خل اروح اسرع اشوف لي كيف حتى اجمع ستون واجي. اي بس شو اسوي؟ اوكي خل اخذ مالتي البيكاكس. وين البيكاكس؟ ها اي هياته
اي هسه انا اخذت البيكاكس واخذت الاكس، يلا خليني اروح السريع اشوف لي كيف حتى اجمع حجر على السريع. يلا خليني اروح السريع. اي هسه انا وصلت الكيف، حلو هذا بيه حجر كل شويه، يلا خليني اجمع حتى اسوي الشارع مالتي. يلا خليني اكسر، انا لازم اكسر هسه كل شويه، ايوه ما يصير اتاخر، يلا خليني اكسر. زين شنو بعد يحتاج؟ انا عندي دايموند، صحيح انا بعد يحتاج ساند ستون، بس يلا هسه خليني اجمع هسه الحجر بالبدايه، اي رادي كل شويه، لا انت اسوي قريه، وهالقريه كلها راح اسويها من دايموند. يلا خليني اكسر، بس هنا كلش حجر هواي، يلا خليني اكسر على السريع. انا كلش تعبت، صار لي شقد اكسر بالحجر، بس يلا صاري جمعت كل شوية، خلاص كملت شغلي، يلا هسه خليني اروح السريع حتى ابدي اسوي الشوارع مالتي، لان هايك راح يكلفني كل شوية، اي طبعا، الشوارع راح اسوي قرية، اي يلا خليني اروح السريع حتى اشتغل بالشوارع مالتي، يلا خليني اروح. بس انا رجعت للبيت مالتي، يلا سخت الشفل، يلا لازم احفر السهوية حتى ابدي اسوي لي الشارع، يلا خليني احفر هنا، هذا كله لازم احفره حتى اسوي لي شارع، بس ايش قد اسوي؟ هاي بس اثنين، لا يحتاج اسوي خمسة، هاي ثلاثة، هاي خمسة، اوكي خمسة احتاج، لا لا يحتاج اسوي سبعة، يلا راح اسوي منه رصيف ومنه رصيف، يلا يلا، هسه لازم كل هذا حفرة حتى اسوي الشارع مالتي، يلا خليني اكسر على السريع. بس والله مبين المنطقة مالتي راح تصير كلش حلوة، يعني حتى الرصيف مالته راح اسويه من دايموند، واو صرت دايموند كل شوية، يلا خليني اكمل على السريع، ما تتأخر، يلا خليني اشتغل هنا وهنا. اي صاني وحفرت كل هذا، وكل هذا صار احوله واسوي شارع كله من ستون ومن دايموند، هسه شنو؟ اوكي خليني اروح اجيب الدايموند مالتي حتى اسوي الرصيف واخلي الستون، يلا خليني استعجل على السريع. شنو؟ هاج ايش قاعد يسوي؟ قاعد يسوي شارع من دايموند. زين لعدان شو نسيت؟ وما سوي شارع من امرالد، اي طبعا اذا سويت هنا الشارع راح يصير منطقتي كلش حلوه، اي يلا هسه خليني اروح واسوي لي شارع من امرالد، اي يلا يلا خليني اروح. اي هسه انا جبت الدايموند، يلا هسه راح اسوي الرصيف كله من دايموند وراح اخلي الستوني. يلا خليني استعجل على السريع، بس واو والله هذا الشارع مالتي صح يصير كلش كبير، اي طبعا انا احتاج شارع كبير، يلا راح ابدي راح اسوي لي كل شيء، ابني لي مدرسه وابني لي مستشفى واسوي لي حتى مركز شرطه، بس كله اسويه من دايموند. يلا يلا بس هواي بعد شغلات راح ابني، يلا خليني استعجل، اوكي خلي اسد دايموند، يلا خليه على السريع، اوكي وخلي اسد الستون حتى يصير الشارع مالتي. يلا خليني استعجل ما تتاخر، يلا خليني اخليه بعد هنا، يلا هذا هو حل، بس هذا راح يكلفني كل شويه دايموند، بس يلا انا عندي دايموند كل شويه، يلا خليني استعجل على السريع اكمل. اي هسه انا حفرت هذا الشارع كله وراح اسوي مثل ما جيجي، مثل ما جيجي حط دايموند انا راح احط ايمرالد، اي هسه كنت منطقتي راح تصير احلى من عندي، يلا يلا خليني احط، واه ايش قد حلو ايمرالد، هسه تصير منطقتي كلش حلوه، يلا يلا خليني اشتغل، وانا كلش فرحانه بمدينتي، وراح تصير كلش حلوه. اي هسه انا كملت الرصيف مال الشارع وصار شكله كلش حلو، اي هسه بقى بس احط الستون، بس هسه شو اسوي؟ اصيح الانفجار هسه؟ لا 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 ما اصيح هسه، لازم اكمل المدينه كلها واسوي بعد بنايات، اي حتى من يجون الانفجار تصير المدينه كلش كامله، وبعدها انا اصير مسؤول عن القريه، اي لان بابا اجى بدش القريه وهو صار مسؤول، اي فخلاني اكمل هالبناء حتى صار لي مسؤوله. يلا يلا خليني اكمل. اي هسه انا كملت بناء الشارع مالتي، واو بس والله الشارع صار كلش حلو. هسه شو اسوي؟ خليني اروح اجيب الخشب وراح اسوي اناره بالشارع واذا اجيبها من اشجار يصير منطقه كلش حلوه، يلا خليني اروح على السريع، يلا خليني اشوف وين الصندوق مالتي، خليني اجيب الخشب، اوكي وين الخشب؟ هي هذا الخشب، اوكي هاي الاشجار، يلا خليني اروح على السريع وابني لي اسوي خلينا اي خلي وحده هيجي وخلي بعد وحده اي وخلي هاي بلوكه بس وين؟ خلاص عدينا اي. يلا اوكي هسه خليته وراح اخلي عليه الاناره يصير كلش حلو، اي يلا هسه خليني اكمل واسوي كل شوي من هاي، يلا خليني هسه رايح السريع. اي هسه انا كملت وخليت الاضاءة بالشارع، واو هسه الشارع مالتي راح يصير كله ضوي. اي صحيح هاي حتى بالليل خفر اطلع واروح واجي عندي ضوء بالمنطقه، اي هسه شنو اسوي؟ اوكي خلي اخلي الاشجار، هسه انا عندي اشجار، اوكي خلي ازرعها لان كل ما اخلي اشجار تصير بعد المنطقه احلى، اوكي خلي اخليها اثنين، اي هنا اخليها، يلا يلا خلي احسب مسافه، اوكي هنا يلا خلي انا كله لازم ازرع هاي الجي، اي الاشجار كلش حلوه تصير خضار هاي منطقتي، كل ما تصير فيها اشجار هواي كل ما تصير احلى، يلا خلي اخليه على السريع، اوكي خلي بعد هنا، يلا خلي اكمل هاي لازم المنطقه كلها اخليها، يلا خلي اخليه على السريع. شنو هاي شارع جيجي كلش حلو صار، لحظة شو انا شارعي مو مثل شارع جيجي، او زين شو راح اسوي هسه؟ لا خلي اروح له واحكي وياه، اي حتى اتعلم اشوف شو مسوي شغلات جديده اسوي مثله، يلا يلا خلي اروح له.
إيه هسوني زرعة هاي الأشجار، بس واو والله الشارع مالتي صار كلش حلو. إيه بس أنا باكر حسوي راح أبدي أحفر وأسوي شوارع له، وراح أبني بنايات كل شوي حتى وراح أصيح الفليجر ويصير منطقة كلها خاصة بالدايموند. يلا يلا هسوني شو أسوي؟ أوكي جيجي ها رانيا. هلا جيجي. هلا رانيا. شنو هذا الشارع مالتك كلش حلو. إيه طبعا منطقتك أحلى من منطقتي. باعي رانيا ماني سويت، خليت هاي الإضاءة وخليت أشجار، فطبعا راح يصير الشارع كلش حلو. حطيت هالإضاءة. اي طبعا انت عجبش هذا الشارع مالتي. اي طبعا طبعا. اي اجار. اي طبعا. اوكي لعد انا يوم راح اسوي لك جيجي، ارد منطقتي يوم تصير حلوة. ها اوكي اوكي لعد انت يوم راح اخليه اضاءة وخليه مجار. اوكي يلا اوكي اوكي يلا خلي اروح انا. اي يلا ثاني انا كلش تعبت، خلي اروح ارتاح بالبيت. يلا راح السريع. اوه شنو انا كل ضجت، شنو شارع جيجي صار احلى من شارعي. بس لا لا انا عارف ايش راح اسوي، اللي خرب على الشارع مالتي وخليه صار ابد ما حلو. يلا خل اروح اشتغل واكمل بناء الشارع مالتي. يلا يلا خل اروح. هي سون جمعت كل الغراض اللي احتاجها. اوكي بس راح اسوي لها الاضاءه وراح اصير احلى من مال جيجي. اي طبعا شنو قبل جيجي احسن عندي. اوكي خل احط لنا بلوكات حتى اقدر اصعد. اي اوكي هسه احط بعد الثاني ونو الثورث. اي كل شيء كمل. اوكي هسه خل احطها هنا وبعدها راح احط الاضاءه. إيه هسه انا كملت هذه الاضاءة وصارت احلى من اضاءة جيجي. يلا هسه بعد اكمل. اوكي خليني اروح بهذا الجي وراح اصير كلش حلوة. خليني اسوي هنا. يلا اوكي وهم خليني احط بلوكات واصعد. يلا حتى تصير كلش سهلة. يلا اوكي خليني اصعد بعد هنا وحدة وهنا اثنين. اوكي وبعد هنا بلوكي وبعد احط الشموع. وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا. ايه واخيرا هسه انا كملت ثاني وحدة. اوكي هذا الخشب خليني اكسره واخذه. يلا يلا خليني اكمل بعد. ايه واخيرا كملت الاضاءة. واو صار شارع الامارات كلش حلو. هسه بقى شنو؟ بقى بس احط اشجار، حتى جبت اشجار مختلفة، قلت حتى تصير احلى من اشجار جيجي. يلا اوكي بس وين احطها؟ اوكي احط وحدة هنا وبعد وين؟ احط وحدة هنا. يلا خليني اكمل. هسه منطقتي كذا راح تصير احلى منطقة. يلا خليني اكمل بعد. خليني احطها بهذه الجهة. ايه هسه انا كملت الاشجار واو وصار شيء كله كلش حلو، بس انا يوم كلش تعبت. خلي اروح ارتاح اسوي البيت. اي يلا يلا خلي اروح. حيل انا اليوم كل شوي اشتغلت، بنيت هذا البيت وسويت شارع وصارت عندي اشجار واضاءة. اي هيا بداية المنطقة مالتي، حتى منو ابدي وراح ابدي اوسعها وتصير كلش حلوة. بس انا نسيت انا اكل ما عندي، وهسه انا كلش جعت وحتى ما عندي بالصندوق. زين ها صدقي خلي اروح على جارتي رانيا واكيد راح تساعدني لاني علمتها شلون تشتغل. اي يلا خلي اروح اسرع عليها اكيد راح تنطيني اكل. يلا خلي اروح. اي هسه وصلت القارب، يلا خلينا نركب مالتي القارب على السريع واروح الراني. هسه اكيد راح تنطيني اكل لاني ساعدتها وعلمتها شلون تبني الشارع. يلا خلينا نروح. بس واو والله الشارع مالتي صار حلو، بس انا ما احب الامراض انا احب بس الدايموند. بس اكيد القريه مالتي راح تصير احلى. يلا خلينا نروح. بس واو انا خلي الاضاءه مالتي تختلف، حتى الاشجار مالتي تختلف. اي بس يلا خلينا نروح ادق الباب. إيه يلا خلينا ندق الباب على السريع. إيه جت فكرة ببالي. أنا هذا جيجي كل الضجن عندي ومستحيل أخليه يبني يكمل قريته مال دايموند. لا 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 مستحيل. زين ايش راح أسوي؟ إيه جت ببالي فكرة إنه أجيبتي أنتي وفجر الشارع مالته كله. إيه هاي كلش خوش فكرة. يلا يلا تقول أجيبتي أنتي وتفجر الشارع مالتي، بس إحنا اتفقت وياه نحن نصير أصدقاء. يعني معقولة راني قاعد تخدعني؟ ايه طلعت قاعد تخدعني. بس لا لا انا مستحيل، انا راح ادافع عن المنطقة مالتي، مستحيل اخليها تتقرب وتفجر المنطقة مالتي. لا 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 مستحيل راح اقبل. يلا خليني اروح. ايه صار ركبت القارب مالتي. يلا خليني ارجع. بس لا انا مستحيل اوافق عليك راني، تريد تخرب القرية مالتي. بس هو انا امسوكي صدقت بيه وقالت انه احنا راح نصير اصدقاء وبعد ابد ما اسوي لك شيء. بس لا هي طلعت قاعد تكذب علي. بس انا شو اسوي؟ انا مستحيل راح اسكت على هالشيء، مستحيل اخليها تخرب القرية مالتي. ايه بس انا جت ببالي فكرة. اوكي انا راح اسوي لهنا كمين، خاف تجي تسوي شيء راح توقع بالكمين. يلا يلا خليني اروح ارجع البيت مالتي واسوي الكمان مالتي. يلا خلينا نسلم. ولينا حبايب وصلت الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة لنتابع فيديو جديد. مع السلامة.